احنا راضين بقضاء الله يا استاذ سامح، وانا اليه وانا اليه راجعون. توفى الى رحمه الله في كل بيت فلاح 3 قتلى، القط والرز والذره، وان الذره ابتدت تتحرك شويه، مش هقول المواشي رخ، خدت بال سيادتك؟ القطن مشكله المشاكل، والرز مشكله المشاكل، واي تطور الفلاح دلوقتي عاد غير مبالاه. الفلاح هو اللي بيطور وهو اللي بيعمل وهو اللي بيسوي، ومراكز البحوث بتشتغل وبتعمل. طيب يعني نعمل ايه؟ احنا راضيين بالظروف الجويه اللي ما لناش فيها احنا دخل، سواء الرطوبه او الحراره، وراضيين باللي ربنا بيبعته لنا المقسوم بيه، بنتعب وبنعمل وبنسوي، لكن انتوا جايين تزعلوا من الفلاح اللي حرق شويه رز. طب ما تصرفوا له الرز، شوفوا له الرز اللي في بيته مش عارف يتصرف ايه، عياله دخلت المدارس ومشاكل بين وزاره التموين وبين وزاره الماليه والمضارب عماله تشكي. الله، الدوره لولا ان السعر الدولار زاد لما اتحركت، بس بعد ما التجار خدوها ب 160 و170 جنيه. القطن اهو ميت، دول 4 قتلى واحنا راضيين بقضاء الله واللي يعمله ربنا فينا. احنا دايما عرضه للظروف، ليس للتخطيط والدراسه. احنا بنسعى وبنعمل وبننتج، يعني ما فيش حد بينتج رز قد الفلاح المصري في الكميه، في بالنسبه للفدان، في الذره، في القمح، ما فيش اعلى كميه في العالم، اعلى معدل. يعني لما بوصل ل 30 وفوق ال 30 ما فيش حد بيوصل للكلام ده. بص يا باشمهندس الرضا، يا باشمهندس عاطف، سواء اسرائيل يا حاج عاطف او امريكا، نعم يا فندم، الرضا بقضاء الله لا يتعارض مع ان احنا نشوف المشاكل ونحاول نحلها. احنا بنقول لسياده، احنا اتكلمنا يا حاج عاطف عن التغيرات المناخيه وفي الزراعيه مباشر. انا قلت حاجه في المقابله، لا انا برضو بتناقش مع حضرتك، انا مقتنع ان كلامك كله سليم وحسه، لان انا عارف قد ايه الفلاح بيعاني. انت لما تشبه المحاصيل بتاعتك بالقتلة ده معناه ان الفلاح وصل لمرحله عاوز اتفيده. اعمل فيهم ايه؟ ما هو مرمي في البيت قدامي زي القاتل، وقدامي زي القتيل في البيت، مش عارف اتحرك قريب اتكلم اشوفهم حاجه خير، خير مش عارف اتصرف فيه، خير في حضني ومش عارف اتصرف فيه، مكتفني الخير ده اهو، خير وقدامي ومش عارف ابيعه، مش عارف اتصرف، اسد دروس الطلبه ولا ملابسهم ولا مصاريفهم، وقدامي خير، ربنا بعت لي الخير ومكتفني. حاج عاطف، حاج عاطف، في نقطة عايز اسألك عنها. اتفضل. حضرتك من ضمن المشاكل اللي اتكلمت عليها دي مشكلة الأرز. والأرز من المشاكل اللي الفلاح ليه عامل كبير جدا ان هو يحل هذه المشكلة. لما احنا كل موسم بنقول نلتزم بالمساحات عشان الكمية ما تزيدش، عشان السعر ما يقلش، عشان المعروض في السوق يبقى في توازن ما بين احتياجاتنا للسوق المحلي، ولو في جزء هيتم تصديره إذا الدولة سمحت بيه، يبقى احنا لازم نلتزم بالمساحة. ده ما بيتمش كل موسم. ملتزمين يا أستاذ سامح. حضرتك ملتزم، لكن في محافظات كتير جدا غير ملتزمة. ده في محافظات يا فندم، في محافظات ممنوع دخول الأرز فيها وبيتزرع. ايوه، ما قلتش حاجة، وانت خد خطواتك واعمل اللي انت عايزه وحاسبه. انا ما بتكلمش في دي، انا بتكلم الملتزم، انا ما بتكلمش في دي، الغلطان يتحسب عليها. لكن انا بقول لك انت زعلان ان هم 3 قتلى، وبقول لك هينهضم لا بالعكس، انا احنا بنتكلم معاك عشان فعلا نعيد احياء هذه المحاصيل مره اخرى. بشكرك يا حاج عاطف. هم وحيد بس اصرفه. انا بقول لسيادتك صرفه، مش عارف اصرفه. انا السنه قعدت تابعت الروب بعد 3 سنين انتاج السنه دي واللي بعديها واللي بعديها، وما عدتش بزرعه بعد كده. بشكرك يا حاج عاطف. حاج عاطف من الشرقيه بيتكلم على محاصيل بتتعرض لمشاكل في